رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ده، زي ما احنا شفنا كده قمة عربية جديدة، البعض بيراها ان هي قمة وعدت، في بعض وجهات النظر بتقول ان هي ما قدمتش جديد خالص وما طرحتش اي مبادرات حقيقية موجودة على ارض الواقع. ده خلاصة يومين انعقدت فيها القمة العربية وانفضت وأكن ولا أي حاجة حصلت. يعني عايزين نقول إن القمة اللي كانت الشعوب العربية كلها حتى أمالها عليها علشان يحصل توافق عربي ووحدة صف مرة تانية، جت محبطة ومخيبة لأمال الشعوب العربية كلها. صدر عنه إعلان بتوقف عن قيمته على تحقيق البنود اللي وردت فيها الإعلان ده حاجات كتيرة قوي. الإعلان اللي قاله خالد الجرالله وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خليني أقوله لكم كده، هو قال إيه، أو يعني الإعلان لهذه القمة العربية قال إيه. قالوا فيه: نحن قادة الدول العربية المجتمعين على مستوى القمة نؤكد 1- التزمنا بما ورد في ميثاق الجامعة العربية والاتفاقيات الدولية الرامية إلى تزويد العلاقات العربية وتقوية أواصل الروابط بين الدول العربية. دي حاجة كويس. 2- نجدد تعهدنا بإيجاد الحلول اللازمة للتحديات التي يمر بها الوطن العربي برؤية منفتحة بما يضمن مصالح الوطن العربي وتجاوز الصعوبات السياسية وبناء نموذج وطني يتعايش فيه كل مكونات شعوبها على أساس العيش المشترك. 3- إرساء أفضل العلاقات بين الدول الشقيقة والتأكيد على أن العلاقات العربية علاقات قوية. التضامن مع الشعب السوري في حقوقه بإقامة نظام عادل والحفاظ على الحق في المشاركة والمساواة دون تمييز بسبب العرق أو الدين، ودعم الائتلاف السوري كممثل شرعي. 5- مطالبة النظام السوري بوقف العنف ووضع حد لسفك الدماء ووقف المجازر التي يرتكبها ضد الشعب الأعزل واستخدام أسلحة محرمة شرعا. 6- إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بناء على اتفاق جنيف 1 لإقامة الدولة وتحقيق المصالحة بما يضمن سيادة سوريا ووحدتها وتحقيق الحل السياسي للأزمة ووضع حد نهائي للحرب. 7- على التعهد بالعمل بعزم لوضع حد للانقسام العربي والالتزام بتوفير الدعم للدول التي شهدت تحولات سياسية واجتماعية، وده من أجل بناء مؤسساتها وتوفير العون المادي والفني وإنجاز المرحلة الانتقالية على نحو آمن ومضمون على أساس العدالة الاجتماعية. 8- دعم ليبيا والحفاظ على استقرارها وسيادة أراضيها والوحدة الوطنية بين جميع الأطياف. 9- الترحيب بالحوار الوطني في اليمن آملين أن يحقق ما يصبو إليه، إضافة إلى دعم القيادة اليمنية للتصدي لكل أعمال العنف وسيادة الدولة، وأيضا سيادة دولة الإمارات على الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. 10- التضامن الكامل مع السودان ودعم وحدته واستقراره وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعم حل الخلافات مع جنوب السودان والعمل على سد العجز في الاقتصاد السوداني. ورحبت القمة بالتحسين في الاستقرار الأمني اللي بتشهده الصومال وتقديم كافة أشكال الدعم
لتمكينها من الحفاظ على مؤسسات الدولة. 12 الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والالتزام بمبدأ القانون الدولي في الالتزام بسيادة الدول. 13 أهمية تعزيز التعاون العربي من خلال قمة مشتركة مع التجمعات الدولية، ونرحب بجهود الكويت في إنجاح القمة العربية الإفريقية. 14 ضرورة تفعيل مبادرة الشرق الأوسط وإخلائه من الأسلحة النووية والتأكد على عدم انتشار الأسلحة وجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والضغط على إسرائيل للتوقيع على اتفاقية منع الانتشار وتفكيك ترسانتها النووية. إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره واعتباره عمل إجرامي مهما كانت مبرراته. وأعلنت القمة رفضها لكافة أشكال الابتزاز من الجماعات الإرهابية، سواء بالتهديد أو القتل أو عدم نشر أو توريج لأفكار طائفية والتفرقة والتحريض. التضامن العربي واعتماد العمل الاقتصادي ركيزة أساسية بما يضمن التحول التدريجي للاقتصاديات العربية وتطويرها. الالتزام باستدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادره وإعطاء الأولوية للتنمية الصناعية والزراعية وتوسيع مشاركة المرأة والصناعات الصغيرة والمتوسطة. ده كان الإعلان الخاص بالقمة العربية في الكويت. يمكن في نقط مهمة جدا، ولكن الآلية بقى ازاي نقدر نحقق ده؟ يعني النقطة نمرة 1 و12 و15 1 و7 و12 و15 نقط مهمة جدا، ان هما بيلتزموا ان هما يقفوا جنب الدول العربية وان هما ينبذوا الارهاب، ان هو بيلتزموا بميثاق الجامعة العربية اللي فيها طبعا تسليم بعض المطلوبين لباقي الدول العربية اللي ماضية على هذا الميثاق، بيلتزموا او تعهد بوضع حد للانقسام العربي. طب ايه الآلية؟ هتعملوا الحكاية دي ازاي؟ احنا شفنا ان امير قطر بمجرد انه قال كلمته وانتظر لحد لما امير الكويت قال كلمته وانسحب. الآلية، الناس كانت عايزة تسمع حلول، الناس كانت عايزة تسمع ان في الفترة اللي جاية هيحصل 1 2 3، ان الدول العربية هتاخد مواقف كذا، الزام دول بعينها. يمكن النهاردة مصر اصرت ان هي ما تقولش اسماء دول بعينها وانما ذكرتها كده بس. طيب احنا معانا على الهاتف الدكتور عبد المنعم المشاط، استاذ العلوم السياسيه. دكتور عبد المنعم مساء الخير. دكتور عبد المنعم، حضرتك شايف ازاي النهارده نقدر نقول البيان الختامي لهذه القمه؟ انا اعتقد انه من الخلافات بين قطر من ناحية ودول عربية عديدة من ناحية أخرى، إلا أن البيان الختامي جاء أعتقد جاء قويا، حيث أكد على ضرورة التضامن العربي وأهميته، وأكد أيضا على أهمية تقريب بين وجهات النظر الدول العربية، ثم أنه أكد على التزام الدول العربية بالميثاق، والذي يعني أنه لا يجوز لدولة عربية أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والمقصود في هذا الشأن بطبيعة الحال قطر، عدم تدخل قطر صحيح في الشؤون المصرية بصورة أساسية بمساندتها للجماعة الإرهابية، ثم أنه أيضا أكد على ضرورة أو مساندة أو الحفاظ على الأمن القومي العربي، وهذه مسألة مهمة للغاية. نعم. وطبعا أنا أتمنى أنه في أتمنى في المؤتمر القادم بالقاهرة يتم إنشاء مجلس الأمن القومي العربي اللي بيتكون المفروض يعني من مستشار الأمن القومي للدول العربية. وأكد البيان أيضا، وهذه أيضا مسألة في غاية الأهمية وتخصنا في مصر، تخص الدول العربية التي قامت فيها ثورات أو ما يسمى دول العربية العربي، على التزام الدول العربية بمساندة هذه اقتصاديا اقتصاديا بالضبط وسياسيا إلى أن تمر من عنق الزجاجة. القرارات أعتقد عاقلة مهمة رشيدة، وحتى في تعاملها مع الدولة اللي واخدة موقف يسموه بالإنجليزي أودي، يعني موقف شاذ شوية مثل قطر، أعتقد أن هناك شبه إجماع بين الدول العربية
على التعامل مع هذه الدولة بصورة مختلفة. نعم. طب آخر ردها إلى الخط العربي. نعم. طب دكتور عبد المنعم، نعم. قطر كانت موجودة أثناء يعني نقدر نقول طرح مثل هذه النقاط على طاولة الحوار، وأكيد ناقشت برضو مثل هذه الأمور. حضرتك شايف أن رد فعل قطر بقى، هل ممكن بعد هذه القمة وهذا البيان القوي اللي حضرتك أشرت إليه أن أداء قطر لسه يفضل زي ما هو؟ لوك يعني قطر يعني القضية الرئيسية التي نفهمها جميعا والرأي العام يفهمها أن قطر لا تتحدث باسمها. اه انما بتتحدث باسم من؟ انا قطر لا تتحدث باسمها. اتفضل. قطر لا تتحدث باسمها، وان السياسه الخارجيه القطريه ليست سياسه مبنيه على عوامل قطريه او متغيرات قطريه فقط. نعم. جميعا نعلم ان قطر تمثل في سياستها الخارجيه بالذات تجاه مصر تمثل التنظيم العالمي للإسلام، وتمثل أجهزة أمنية أجنبية في هذا السياق. نعم. والحقيقة أنها تعيد إلى الذهن تصريحات كوندريسا رايس في 2006 في بيروت التي تؤكد على أن دور الفوضى الخلاقة هو تقسيم الوطن العربي وبناء الشرق أوسط جديد بناء على تقسيمات مذهبية ودينية وعرقية إلى آخره. بس ده هنا يحط قطر دلوقتي في إنها تختار، هل تختار الجانب العربي والانضمام مرة أخرى إلى هذا البيت الكبير العربي، أو تلعب لمصلحتها الشخصية اللي هي تخسر فيها هذا يعني. نعم. ولذلك البيان كان في غاية مستخدم لغة دبلوماسية راقية جدا. لم يذكر بطبيعة الحال اسم قطر، ولكن معلوم أن هي المستهدفة، وبالتالي هو يفتح الباب واسع جدا لعودة قطر إلى الصف العربي. لأنها تلتزم بما التزمت به من قبل في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والذي يعني في التي تقضي في نصوصها ضرورة تسليم المطلوبين والمتهمين بالإرهاب من اي اتجاه فكري، ونقصد هنا بطبيعه الحال قيادات الاخوان الهاربه الى قطر، وبالتالي الباب مفتوح لقطر. نحن بطبيعه الحال نريد ان نستضيف القمه العربيه في العام القادم، ولا يوجد اي سوء تفاهم بين دوله عربيه واخرى. الامن القومي العربي واحد، التضامن العربي اساسي للانتقال بالدول العربيه من حاله التجزئه والوهن الموجوده فيه الان إلى مرحلة جديدة تناسب التغيرات الإيجابية إن شاء الله التي ستحدث في الدولة المصرية من الآن إلى عام 2015. نعم. حضرتك أشرت إلى شيء أن القمة 26 هتبقى في مصر إن شاء الله. حضرتك شايف إزاي تنازل الإمارات لهذه الدورة لمصر؟ يعني هذا تنازل الإمارات وموقف الإمارات أصلا من مصر بعد 30 يونيو، بعد ثورة 30 يونيو 2013، موقف المملكة العربية السعودية. هذه دول بحقيقة الأمر وغيرها طبعا البحرين والكويت إلى آخره، هذه دول تحقق معنى الدول الشقيقة. نعم. إنه من الممكن الأشقاء في وقت الشدة يقفوا جنبا إلى جنب، إنه بطبيعة الحال الإمارات تدرك تماما أن مصر تتغير تغيرا جذريا إيجابيا في التزامها القومي بالدول أعضاء الدول العربية. الإمارات وبغيرها من الدول العربية تدرك تماما أن قوة مصر تعني قوة النظام الإقليمي العربي، وأنا على يقين من أن القيادة المصرية الجديدة لديها مشروعات ومبادرات تقضي بإعادة القوة والشموخ الى الوطن العربي، بما في ذلك تطوير جامعة الدول العربية، بما في ذلك ايضا تطوير العلاقات العربية الافريقية، ومن ثم تنازل الامارات العربية المتحدة لمصر لاستضافة مؤتمر قمة القادم هو تعبير عن رقي سلوكي في السياسة الخارجية للامارات، وهو درس ايضا للامير قطر لكي يحلو
حذو الامارات والسعوديه والكويت والبحرين. نعم، طيب هل البيان او ما جاء في البيان هل هو ملزم على كل الدول العربيه ولا هو بيان استرشادي فقط؟ لا طبعا، يعني كما تعلم هناك التزام اخلاقي ولكنه ليس التزاما قانونيا بان قرارات القمه العربيه ينبغي على كل دوله عربيه ان تلتزم بها. ده جانب. الجانب الثاني انه طبقا للمناقشات التي دارت في مؤتمر القمه وايضا للمبادرات المصريه فانه هناك اجتماعات سوف تتلو هذا الاجتماع القمه تضمن او تضم وزراء الخارجيه ووزراء العدل للدول العربيه لوضع بعض هذه بنود هذا البيان موضع التنفيذ في شكل اتفاقات ملزمه للدول العربيه، مثل بصوره خاصه ما يتعلق بنا بمكافحه الارهاب. وبالتالي ما توصلت اي قمه الحقيقه انا يعني لاول مره اشعر بارتياح لقرارات القمه العربيه، قمه هادئه رغم الخلافات الموجوده ورغم التغطيه الاعلاميه السلبيه في اعلام عالمي لا يرجو لهذه المنطقه الرقي ولا التقدم. نشعر بارتياح لمثل هذه القرارات لانها سوف تتحول الى قرارات في شكل اتفاقات بين الدول العربيه بعد انتهاء القمه طبعا يعني. نعم، وحضرتك شفت ازاي كلمه السيد الرئيس المستشار عادل منصور؟ الرئيس عادل منصور هو تعبير الشخصيه المصريه الراقيه الهادئه التي تحاول ان تؤكد على عناصر التكامل والانسجام بين الدول العربيه وتحد من عوامل التضارب او التعارض او التناقض بين الدول العربيه. كلمه هادئه، كلمه راقيه ومعبره، وهو شخص حقيقه يعني مهذب وزي ما قلت لك يمثل الشخصيه المصريه التاريخيه. نعم، التي يجمع عليها الجميع. صحيح، بشكرك دكتور عبد المنعم المشاط استاذ العلوم السياسيه على هذه المداخله. معنا ايضا الان على الهاتف الدكتور عزه هيكل الكاتبه طبعا والناقده. دكتور عزه مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. دكتور عزه، حضرتك شفتي ازاي هذا المؤتمر والبيان الختامي للقمه العربيه؟ طبعا يعني اكيد اي لقاء عربي يعني يسعد العرب جميعا ويسعد المصريين، لان دايما يعني احنا تربينا على فكره القوميه العربيه وعلى ان الوطن العربي وطن اكبر لنا جميعا. فالتواجد العربي والمؤازره اللي حدثت في هذا المؤتمر لمصر والقضية الفلسطينية ولجميع الدول التي تعاني من الإرهاب ومن شروره، أظن أنها رسالة يعني للمواطن المصري وللمواطن العربي أن هناك قوة داعمة وقوة دافعة من كثير من الدول العربية التي تتحالف من أجل محاربة ما يسمى بالإرهاب الحديث، الإرهاب اللي يطول البلدان العربية والذي يحاول تقسيم وتفتيت الوطن العربي. صحيح، يعني يعني هو إحياء مرة أخرى. نعم، لشكل محترم وشكل حضاري وشكل دولي. نعم، العالم كله. ولكن يا دكتور عزة، كان في البعض بيرى أن كان في رسالة خفية ما، يعني حكي توضحها لنا إذا كان هناك رسالة ولا لأ، بانسحاب رئيس بانسحاب أمير قطر بعد كلمة أمير الكويت. اسمح لي حضرتك، طبعا موقف الموقف الرسمي، مش عايزين نقول كل قطر يعني، ولكن الموقف الرسمي لدولة قطر موقف يثير علامات استفهام ويثير غضب كثير من البلدان العربية سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي. لكن خلينا دايما نفرق بين التوجه السياسي وبين الحس الشعبي وبين الشعوب العربية، لأن الوحدة بين الشعوب العربية مش مفيش حاجة هتقدر تقضي عليها يعني، لأنها متكاملة ومتناغمة عبر العصور يعني. نعم، لكن طبعا الرسالة الخفية كمان كان في أكثر من رسالة ضمنية تم إرسالها من أمير قطر ما كانتش مناسبة للحدث، احتفاؤه بما حدث في تونس وفي اليمن وعدم احتفاؤه بالدستور المصري، أيضا حديثه عن الإرهاب وأن الإرهاب يوجه فقط تجاه المدنيين ولا يوجه تجاه الجنود والضباط والأمن ولا النظام. يهيأ لي ان في هذا الامر كان في تجني وكان في يعني خطا في حق مصر، لان مصر دوله رياديه ومحوريه ودوله سباقه وهي التي
بدأت الثورات وهي التي بدأت التغير في الوطن العربي بأجمعه. نعم. لما تبقى لا وبرضو انه نظر للارهاب بانه معارضه يعني. ما انا بقول لحضرتك ولما يقول ان في تصالح وان هناك حوار وان الارهاب ان الاختلاف في الراي لا يعني انها جماعات ارهابيه، وان اي دوله تساند الاختلاف في الراي لا يعني انها دوله عربيه تساند الارهاب، كلها رسائل مقروءه ضمنيا ومباشره و يعني خليني اتجاوز هذه النقطه، لان الخلاف والمشاعر السلبيه والمواقف بس ما اصل دي برضه دكتور عزه معلش، اصل دي نقطه محوريه في وجهه نظر كل الدول العربيه في هذا البيان ووجهه نظر قطر في هذه الكلمه. انا بلغت حضرتك ان الاتحاد قوه، لكن عندما يكون هناك من يخرج عن الصف العربي وعن وحده الصف العربي، خلينا نتذكر أن هذا موقف استعماري متكرر. يعني لو تتذكروا كان كده بيحصل أيام معمر القذافي، وكان بيحصل ساعات أيام صدام، يعني القضايا متكررة يعني. ولكن النهاية دائما أن على العرب أن يتوحدوا، وعلى العرب أن يجتمعوا على كلمة سواء، وهي أن يحافظوا على وحدة الأمة العربية، يحافظوا على وحدة الأرض العربية، يحموا الوطن العربي من براثن الإرهاب وشروره، أن يقفوا أمام الاستعمار الجديد الذي يحاول أن يعود مرة أخرى بصور وأشكال أخرى داخل الوطن العربي. نعم. خلينا نتجاوز هذه المرحلة لأنها يعني سيتم تجاوزها. نتمنى ذلك. نتمنى ذلك. أي نظام يخرج عن الصف العربي وينشق عليه لن يستمر، لأن الاستمرار قوة. لا يعني كيف ستكون قطر ضمن بلدان الخليج العربي والوطن العربي وهي دولة مهددة لهذه البلدان؟ صحيح صحيح دكتور عزة هيكل الكاتبة والناقدة، أنا بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة. في خبر بس عاجل الآن نقلا عن بوابة الأهرام، أن المشير عبد الفتاح السيسي جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه في وزارة الدفاع، ويجتمع الآن بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإبلاغ أعضائه باستقالته، ده نقلا عن بوابة الأهرام. يعني من النهاردة كان من امبارح كان في ناس كتير بتتكلم على النهاردة ممكن المشير عبد الفتاح السيسي ان هو يقدم استقالته ويبتدي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة، بس هو يعني ممكن يكون في انتظار عودة الرئيس المستشار عدلي منصور للبلاد مرة أخرى. طيب الإخوان وطلاب الإخوان وطلاب هذه الجماعة موجودين في جامعة القاهرة وباقي الجامعات اللي كانوا بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يكملوا مسلسل الشغب والعنف اللي موجود في الشارع المصري. معانا الزميل حسام ابراهيم الصحفي بالوفد من امام جامعة القاهرة. استاذ حسام مساء الخير. مساء النور يا استاذ احمد. يا ريت تقول لنا بالظبط ايه اللي بيحصل امام جامعة القاهرة الان. الله يسعد. الان حالة من الطوارئ بين طلاب الجامعة العربية وتراجع عقب خروجهم بمسيرات بالمهاب خارج الجامعة، حيث عمل أجمع الطلاب مستخدمين الحواجز الحديدية لغلق الشوارع مثل شارع النهضة وشارع بين السرايات بعد اضطراب عدد من قوات الأمن. نعم، واستطاع ان هم يغلقوا الشوارع دي بالفعل؟ هو حتى الآن متابعين ان هم اغلاق الشوارع بين السرايات والنهضة بالحواجز الحديدية. طيب والتعامل الأمني بقى شكله عامل ازاي معاهم؟ حتى الآن قوات الأمن بتستعد من ناحية مديرية، بس يعني ما فيش لغايه دلوقتي اي تدخل من قوات الامن. انما الحاله المروريه هناك مغلقه تماما. تمام. طب هل في بقى يعني نقدر نساعد الناس اللي موجوده في محيط الجامعه ان هي تتحرك، ولا يعني الدنيا متازمه؟ يعني يا ريت توصف لنا المشهد بطريقه اكبر. هو ناحيه كوبري ثروت مقطوعه تماما، ناحيه شارع الجيزه مقطوعه، ناحيه ميدان النهضه مقطوعه. الاعداد قد ايه؟ تتزايد على المئات. يعني في كل منطقة يعني. تمام. انا بشكرك الزميل حسام ابراهيم مراسل جريدة الوفد والصحفي بجريدة الوفد من امام جامعة القاهرة. هنتابع طبعا معاكم التطورات اللي موجودة في جامعة القاهرة. يعني مهم برضو نحن نقول لكم المستشار عدلي منصور قال ايه النهاردة في ختام القمة العربية، بصراحة قال كلام مهم للغاية. قال
إن استضافة مصر للقمة العربية المقبلة في دورتها 26 رسالة تضامن للداخل والخارج، ويعني نقدر نقول إن يخلي كل الدول العربية تجمع على هذا، وإن هي على جميع أن يعي مثل هذه الأمور. وقال برضو السادة المستشار عدلي منصور للقادة العرب، قال كلمة خلال طبعا الجلسة الاختتامية للقمة العربية رقم 25 المنعقدة بالكويت، قال بالنص: أدعوكم وأرحب بكم باسم شعب مصر في انعقاد الدورة 26 للقمة العربية بأرض مصر الطيبة، وأود أن أعرب عن خالص تقديري لدولة الإمارات لتنازلها عن رئاسة القمة لصالح مصر. وأضاف أيضا: نؤكد لكم أن نخلص النية ولا نقصر في تنظيم القمة المقبلة، ونتعهد برعاية النبت الطيب الذي غرسه الأشقاء في قمة الكويت. دي كانت كلمة مهمة جدا قالها سيادة المستشار عدلي منصور. وأيضا في كلمته هو لم يشير إلى دول بعينها زي ما قلنا، وهو أشار إن الدعاة كذا واللي ممكن يعملوا كذا، يعني محبش إن هو يعلي من شأن دولة بعينها إن هو يذكر حتى اسمها، إنما ذكر طبعا أشقائنا العرب اللي بيساندوا القضية العربية ومع الوحدة العربية. طيب احنا معانا الآن على الهاتف السيد العقيد. تمام، طيب ماشي، الخط للأسف قطع. طيب نروح بقى لخبر آخر عن المتحدث العسكري اللي هو طبعا عقيد عرقان حرب أحمد محمد علي، قال إن عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة تمكنت النهاردة من مداهمة عدة بؤر إرهابية وإجرامية في مناطق كتيرة، منها خلينا أقولها لكم كده: قرية أبو سكر وقبر عمير والريسة وقرية الأمل في العريش والساحة الرياضية الحسنينات والمطالة بالشيخ زويد رفح. والحملة دي نجحت فيها إن هي تضبط على 4 أفراد من العناصر التكفيرية التي تقوم برصد ومراقبة وإبلاغ عن تحركات عناصر التأمين بالشيخ زويد، وده أثناء تحركاتها وعودتها. زي ما احنا عارفين إن في عناصر بتبقى موجودة هناك بتبقى قاعد تراقب العربيات اللي خارجة للقوات المسلحة من وإلى، وهم دول اللي بيكتبوا بالظبط إمتى يقدر يعمل حد عملية إرهابية أو إن هو يستهدف هذه التشكيلات الخاصة بالقوات المسلحة. فقدروا انهم يضبطوا 4 من هذه العناصر. برضو تم القبض على 17 منهم هارب من سجن وادي النطرون، وده خلال احداث ثورة 25 يناير 2011، وعليه احكام جنائية باجمالي 85 سنة، وباقي الافراد المشتبه بهم وجاري فحصهم امنيا باذن الله تعالى. برضو تم حرق وتدمير 8 عربيات، حرق 7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية وأوراق، حرق 8 عشش تستخدمها العناصر الإرهابية والإجرامية كقاعدة لانطلاق تنفيذ هجماتها ضد عناصر الجيش والشرطة، تدمير 8 أنفاق بمدينة رفح، ده كل ده في الحملة دي. ضبط 2 مخزن لإعداد المتفجرات وتخزين الأسلحة والذخائر تابع للعناصر التكفيرية والإرهابية، وعثر بداخلهم بقى إيه؟ كان جوه المخازن دي إيه بقى؟ بصوا: 4 بنادق آلية، رشاش كلاكشنكوف عيار 762، رشاش نص بوصة، 4 خزن لبندقية آلية، كمية كبيرة جدا من الذخائر، 20 برميل حمض كبريتيك مركز بإجمالي 2000 كيلو، 6 جركن حامض كبريتيك مركز، 4 شكاير نطرات الألومنيوم بإجمالي 700 كيلو، 8 لفة سلك صلب 1 ملي، 18 بطارية جافة 200 أمبير، أوفرول خاص لحركة حماس. يمكن بعض الحاجات اللي موجودة دي زي ما احنا شفناها واللي احنا قلناها دي بتستخدم لإعداد القنابل وبتستخدم لإعداد العبوات الناسفة طبعا،
عدد كبير جدا من الأسلحة الآلية، رشاشات، عربيات، 7 دراجات بخارية، ويعني لا عدد ضخم بصراحة يعني. والحمد لله استطاعت القوات المسلحة بأن هي تداهم البؤر دي في المناطق طبعا اللي احنا قلناها، ومعظمها موجودة في شمال سيناء. يعني احنا لازم نثني طبعا على الدور اللي بتقوم بيه القوات المسلحة. يمكن كان في البعض كان بيقول ان يوم 25/4 اللي جاي القوات المسلحة المصرية ممكن تعلن سيناء منطقة خالية تماما من الإرهاب، وده بسبب العمليات طبعا اللي القوات المسلحة بتقوم بيها هناك في هذه المنطقة. زي ما احنا شايفين مجهودات بصراحة كانت قوية جدا في الفترة الأخيرة. جه وراها على طول انحصار لهذه العناصر الإرهابية والتكفيرية اللي موجودة هناك في سيناء، انحصار طبعا كبير جدا للعمليات واستهداف قوات الشرطة والجيش المصري اللي موجود هناك. في تكثيف أمني كبير جدا في هذه المنطقة طبعا بنشهد كل يوم، وزي ما زملائنا الصحفيين لما بيقولوا لنا هناك في سيناء عن الأوضاع الأمنية اللي موجودة هناك. طب احنا معنا على الهاتف الأستاذ عبد الرازق توفيق، مدير تحرير جريدة الجمهورية والمحرر العسكري. أستاذ عبد الرازق مساء الخير أولا. نور الزحمة. استاذ عبد الرازق، عايز اسالك الاول عن الجهود الامنيه اللي بتبذلها القوات المسلحه المصريه في سيناء لتطهير هذه البقعه الغاليه للغايه على قلوب المصريين. استاذ احمد، لا يكاد يمر يوم الا والقوات المسلحه تنفذ مهام ناجحه وضربات ساحقه لرؤوس الارهاب في سيناء. اعتقد ان القوات المسلحه دلوقتي زي ما بقول لك الجيم من طرف واحد. اعتقد ان القوات المسلحه يوميا بتلقي القبض على عناصر ارهابيه، بتدمر مخازن اسلحه وذخيره، بتواصل عمليه تدمير الانفاق اللي موجوده مع الحدود مع غزه، بتمسك او تضبط عمليات يعني تكاد تكون خطيره جدا في مجال المتفجرات والمفرقعات. في اعتقاد النهارده كمان المخزنين الذخيره والمتفجرات اللي عثروا عليهم بالاضافه لافارول لحركه حماس، ده يؤكد او يشير باصابع الاتهام اللي هي تتاكد يوميا ان حماس متورطه بعناصرها واعوانها الموجوده في غزه فيما كان يحدث في سيناء من خسائر بشريه في من ارواح الجنود واستهداف لعناصر الجيش والشرطه في سيناء. باعتقادي ان الامر يعني عايز انا اكيد مع حضرتك في مداخله قبل كده ان سيناء اصبحت شبه مستقره. اعتقد ان مساله الحصاد او تجميع هذه الفلول المطارده والمشتته تقطعت اوصال الجماعات الارهابيه وغاب عنها الاتصال والتنسيق. اعتقد ان اضطرارها للنزوح الى قلب المحافظات في الدلتا او مدن صحيح القناه صحيح. دليل تمام، دليل بسبب الضغط اللي بتواجهه طبعا في 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 سيناء يعني. بالضبط، اعتقد يا استاذ احمد لو تتفق معايا ضرب الخلايا الارهابيه اللي حصل في الفتره الاخيره وتفكيكها ده ان شاء الله يعني في القريب العاجل ان مصر هتتخلص نهائيا من الارهاب، خاصه بعد نجاح قوات الجيش المصري في اغلاق تام للمنافذ الحدود الغربيه لعدم نفاذ العناصر الارهابيه الموجوده في معسكرات بالقرب من الحدود. اعتقد ان الحدود الجنوبيه تماما مغلقه ومؤمنه. اعتقد ان كاد الانتهاء من اغلاق عمليه الانفاق باقامه اسوار او انهاء هذا المرض المزمن اللي كان بيهدد الامن القومي المصري. نعم. اعتقادي ان الفتره القادمه ستشهد نتائج ايجابيه في مجال مكافحه الارهاب، واعتقد ان الامر من امبارح اللي كان تشكيل اول قوه للتدخل السريع، البعض خلط بين قوات خاصه لمكافحه الارهاب، الجيش المصري لديه منذ سنوات وعقود طويله جدا قوات خاصه لمكافحه الارهاب، ما جرى بالامس هو تشكيل اول قوات للتدخل السريع سواء كانت محموله جوا او قوات بريه تعمل في اطار التسلل العميق. اعتقد ان حلف الناتو او الامريكان هم اللي بيملكوا هذه النوعيات من القوه. طب بس دول برضو اعتقد العناصر الخاصه بيهم هتبقى موجوده من كذا جهه، يعني اكيد يعني هيستعينوا بالقوات الخاصه لمكافحه الارهاب. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ احمد، يمكن في نقطه مهمه جدا البعض ما توقفش عنها، ان اللي قيل في الخبر انه تنفذ مهام قتاليه في الداخل والخارج بدون كشف تفاصيل. لدينا تحديات وتهديدات على الحدود المصريه في بعض المعسكرات،
موجودة في ليبيا. الدولة الليبية غائبة عن المشهد، فقدت السيطرة، أصبحت تربة ومرتعا خصبا للجماعات الإرهابية ومواصلة الحشد لتهديد الأمن القومي المصري. ربما نشهد في الأيام القليلة القادمة عمليات ردع مصرية لهذه العناصر التي باتت تؤرق الأمن القومي المصري. صحيح. في خبر آخر كان طرحته بوابة الأهرام للأخبار الإلكترونية، البوابة الإلكترونية، خاص بالمشير عبد الفتاح السيسي، أنه جمع أغراضه من مكتبه في وزارة الدفاع. خليني أقول معاك حضرتك حاجة جدا، يعني رغم التقدير العظيم الشعبي والهائل للمشير عبد الفتاح السيسي، وان هو استجابته ورضوخه لإرادة المصريين، اللي من الواضح نفسيا وسيكولوجيا ان المشير عبد الفتاح السيسي يعشق القوات المسلحة ويعز عليه فراقها. اعتقد ان المشير عبد الفتاح السيسي ان شاء الله عندما يكون رئيسا لن تنقطع الصلة بينه وبين القوات المسلحة، فهو ابن المؤسسة العسكرية عندما يرتدي حتى الثوب المدني، ولكن هو الامور باتت قريبة، لا داعي لتفاصيل. لا بس حضرتك كده يا استاذ عبد الرازق، لا اكدت ولا نفيت. لا، ما انا بقول لحضرتك خلاص، يعني المجلس الاعلى للقوات المسلحة منعقد الان لوضع الرتوش النهائية، زي ما بقول لحضرتك ممكن يكون اجتماع الوداع، مش عايز اقول وداع، ولكن الاجتماع النهائي للمشير عبد الفتاح السيسي كقائدا عاما ووزيرا للدفاع والانتاج الحربي. نعم. لكن ان شاء الله باذن الله هناك يعني استاذ عبد الرازق للمجلس الاعلى للقوات المسلحه. نعم. عندما يكون. نعم. قائدا رئيسا للمجلس الاعلى بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحه ورئيسا للجمهوريه. نعم. طب يا استاذ عبد الرازق، يعني انا عايز رد صريح بس الان. الان المشير عبد الفتاح السيسي يجتمع مع قاده القوات المسلحه المصريه لابلاغهم باستقالته؟ مش عايز اقول ابلاغهم باستقالتهم، المشير عبد الفتاح السيسي قرر بالفعل بشكل غير مباشر عندما قال لشعب مصر، ولكن ده الاجتماع لاعلان خلال ساعات المشير عبد الفتاح السيسي مرشحا رسميا لانتخابات رئاسه الجمهوريه، واعتقد ان الفتره القادمه يعني الساعات القادمه ستشهد اعلان هذا الخبر السار على جموع الشعب المصري، وقطاع كبير من الشعب المصري يستعد للاحتفال بسماع هذا الخبر بشكل رسمي. نعم الاستاذ عبد الرازق توفيق، بشكرك جدا على هذه المداخله، وزي ما قلنا لكم كده هذه هي واقع ما يحدث الان. يعني الاستاذ عبد الرازق شايف ان شاء الله خلال ساعات قليله قليله ممكن ان شاء الله المشير عبد الفتاح السيسي يعلن ترشحه لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية. طيب بنتكلم عن الأزمات اللي احنا ممكن أن نشهدها في الفترة اللي جاية، وبنتكلم أيضا عن من ضمن هذه الأزمات طبعا أزمة سد النهضة. السفير ماجد عبد الفتاح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأفريقية قال إن مصر ما طلبتش تدويل ملف سد النهضة، وده قرار صائب ومحترم تحترمه وتقدره أيضا، كما أن دورها في أفريقيا مجاش بسبب أن هي ليست دولة قوية، إنما جاء بسبب أن مصر دولة قوية، وأن هو لن ينخفض دورها أبدا في مصر، لأن مصر ليها دور محوري في القارة الأفريقية بطريقة كبيرة. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية قال برضو إن قال الكلام ده قبل ما يغادر القاهرة، متوجها إلى أبوجا لمشاركة في فعاليات مؤتمر وزراء التنمية والمالية الأفريقية اللي هيبتدي بكرة يوم الخميس إن شاء الله. نروح مرة تانية لجامعة القاهرة، من الواضح إن في يعني أحداث هناك. الزميل حسام إبراهيم الصحفي بجريدة الوفد، أستاذ حسام هل هناك جديد الآن أمام جامعة القاهرة؟